النخبوية. لا أنا بحب إنه موسيقى توصل لكل الناس، ولكن إذا نخبوية بالمعنى إنه موسيقى راقية، يعني الموسيقى اللي بنشتغل عليها بكتير احتراف. تفضل. شو خصني انا؟ كمان؟ ما هي اللي عم نسجل كل شيء لساعة ورا بسجل كل شيء. هلا ورا هلا هيك مع هيك. أنا مش عارف تعمل. شو مسكين من هذول؟ Bye.
وعلى الجامعة يعني هيك. بتمنى تدقوا منيح وننبسط وكيف بتجي؟ بتجي نحن من الأقلم نحن ناس محترفين السبب إنه ما تعصب كثير إذا ما سمعت ضربة رشة تسمعني نصر دغري نغري دغري ما أسهل شيء هيدا تاني مرة لقلي بحمامات ودايما دايما دايما نفس الفرحة لأنه من أحلى المسارح عندي لأنه كتير بحب بس يكون الجمهور قريب وهيك في جو انتيم بحس حالي عم بغني بالبيت بقوتي فبدي اتشكركم كتير وإن شاء الله تكون سهرة حلوة نضيع كلنا سوا Bye-bye.
والمرة اللي شعره أحمر مثلن شعلان بالنار لا بداية ولا نهاية والوقت Oh,
ميرسي.